اتصالا حسين مشيك مراسل اكسترا نيوز من العاصمة الروسية موسكو. حسين، اطلعنا على الحديث الأخير بشأن الزيارة التي قامت بها مسؤولة الاتحاد الأوروبي إلى بوتشا. تأثير هذا الزخم الإعلامي بشأن مهاجمة روسيا وتصويرها بأنها مجرمة حرب في هذا الإطار، كيف تقيم روسيا هذا الملمح؟ نعم تامر، مساء الخير. الجانب الروسي يعول على العقل الغربي بعدم اعتماد أو بعدم تصديق الاتهامات الأوكرانية للقوات الروسية في حادثة مدينة بوتشا. كما يؤكد الجانب الروسي أنه لا علاقة للقوات الروسية بقتل المدنيين، وفي فترة وجود القوات الروسية لا أحد من المدنيين تعرض للأذى، بل عقب خروج القوات الروسية من هذه من المدينة أتت القوات الأوكرانية وقتلت بعض المدنيين نتيجة تعاونهم مع القوات الروسية. اليوم هذه الزيارة الأوروبية إلى مدينة بوتشا الأوكرانية ليست سوى مشاركة في الحملة الإعلامية التي تهدف لتشويه الصورة الروسية أمام الرأي العام الدولي والمنظمات الدولية. روسيا تؤكد بأن القوات الروسية بريئة من هذه الأعمال وهذه الجريمة وهذه الحادثة التي استفزت فيها الجهات الأوكرانية القوات الروسية ليست الأخيرة، بل سنشاهد مثل هذه الحادثة في الأيام والأشهر المقبلة. أي كلما اشتدت العمليات العسكرية وقربت من تحقيق أهدافها في الميدان، وأيضا في ظل المفاوضات كلما اقترب الطرفين نحو اتفاق أو شبه اتفاق في المفاوضات، تضغط واشنطن على سلطات كييف لمنعهم من التفاوض مع الجانب الروسي، وتخلق لهم المزيد من الإشاعات التي تهدف إلى تشويه الصورة الروسية. الزيارة الأوروبية بطبيعة الحال هي سوف تكون بضمن أو في قائمة الكلام المعادي لروسيا، لكن الجانب الروسي يؤكد بأن هذا لا يولي أهمية كثيرة لهذه الزيارة أو للتصريحات الغربية، لأن الدول الغربية هي في قائمة الدول الغير صديقة لروسيا. نعم، وضحت هذه الصورة. اسمح لي أن أنتقل سريعا إلى نقطة أخرى حسين. منطقة كراماتورسك والاتهام بأن روسيا استهدفت المدنيين، وروسيا تحديدا وزارة الدفاع تقول أن المنطقة التي أطلق منها الصاروخ باستهداف هؤلاء المدنيين هي خاضعة حتى هذا التوقيت إلى السيطرة الأوكرانية، هل هذه هي كل الرواية؟ نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات الأوكرانية بشأن قصف القوات الروسية محطة سكة حديد كراماتورسك، وأكدت الدفاع أن القوات الأوكرانية هي من استهدفت المحطة بصاروخ توتشكا او، وهذا النوع من الصواريخ لا تمتلكه القوات الروسية. وقالت الدفاع ان هدف الضربة كان على ما يبدو القوات الروسية، لكن اخفاقات القوات الأوكرانية اخطأت الهدف. هذا الامر او هذا هي بيان وزارة الدفاع الروسية. الدفاع تؤكد بان اليوم لم يكن هناك هجوم او هجوم من قبل القوات الروسية على مدينة كراماتورسك، أن القوات الأوكرانية هم من قصفوا محطة سكة الحديد بهدف منع المدنيين من الخروج من المدينة ومنع المدنيين من الخروج من المدينة واتخاذهم كدروع بشرية. أيضا الدفاع الروسي منذ قليل أعلن المتحدث باسم الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف عن محاصرة القوات الروسية مئات المرتزقة الأوروبيين في مدينة ماريوبل، وهؤلاء المرتزقة حسب وصف كوناشينكوف معتادون على قتل السلافيين مقابل المال. وأكدت الدفاع تسليم سفينة الإنقاذ سفيري إلى أوكرانيا دون شرط وبشكل مجاني، بينما تحتفظ السلطات الأوكرانية ب 77 سفينة. طب ولماذا حسين استعصت حتى هذا التوقيت ماريوبل إلى هذا الحد على القوات الروسية؟ اولا القوات الروسيه ويوم امس الناطق باسم قوات اقليم دونيتسك اعلن عن انتهاء العمليات العسكريه وسط ماريوبل والانتقال الى ميناء ماريوبل والمنطقه الصناعيه، اي ما يعرف باسم. لم تعلن روسيا من قبل انها نجحت قبل الوصول الى وسط المدينه بانها نجحت في الاستيلاء على هذا الميناء؟ الجانب الروسي يؤكد بأنه يسيطر بنسبة عالية على مدينة ماريوبل، لكن لا زال
كتيبة أزوف لا زالت داخل مصنع أزوف ستال، وبداخل هذا المصنع يوجد مدنيين من مدينة ماريوبل. الكتائب الأوكرانية تمنع المدنيين من الخروج، وأيضا للعلم فقط تامر، مصنع أزوف ستال هو سوفيتي الصنع، ومن يعلم السوفيت كيف كانوا يصنعون المصانع، المصانع هي مساحة كبيرة، وأيضا يوجد داخل هذا المصنع المزيد من المباني والمزيد من أيضا الآلات والمراكز، وأيضا القوات الروسية لا تريد أن تدمر هذا المصنع، لأن الجانب الروسي وعد بإعادة إعمار مدينة ماريوبل، فهو لا يريد أن يدمر هذا المصنع إن كان هو من سيعيد إعمار هذا المصنع. الجانب الروسي يحاول على السيطرة وتحرير المدينة بأقل الخسائر البشرية، وإن كانت هذه الخسائر سوف تكون من جانب كتيبة أزوف، لكن هنا حسب الكلام الروسي والتصريح الروسية بأن القوات الروسية تحاول تحرير المنطقة، تحرير مدينة ماريوبل في أقل الخسائر الممكنة. أيضا الدفاع الروسية قدمت عرض لكتيبة أزوف منذ يومين بتسليم أسلحتهم والخروج بدون أسلحة وذخائر عسكرية، وهي تضمن حياتهم، لكنهم بطبيعة الحال هناك عرض روسي مماثل في لهذه المدينة كان قبل أسابيع، وحدد موعد بعينه لمغادرة المسلحين القوميين. حسين، سياسيا بالأمس ديمتري بيسكوف صنع الحدث بحديثه عن خسائر كبيرة، لم يشر إلى العدد لكنه قال خسائر كبيرة وهذه مأساة بالنسبة لنا. اليوم يصنع الرجل الحدث من جديد وهو يقول أن التسوية أو العملية العسكرية ستنتهي في المستقبل المنظور، لم يشر إلى موعد بعينه لكنه استعمل تعبير المستقبل المنظور. ما الذي كان يعنيه أو يقصده ديمتري بيسكوف بذلك؟ نعم، تعليقا على مقاله يوم أمس في مقابلة تلفزيونية حول أمله في تحقيق العملية العسكرية أهدافها في الأيام المقبلة إما بالوسائل العسكرية أو بالمفاوضات، أكد بيسكوف اليوم أنه كان يقصد المستقبل المنظور، وهذا لا يعني الأيام المقبلة، بل هناك إمكانية أن تحتاج العملية العسكرية لأشهر لتحقيق أهدافها. بيسكوف قصد يوم أمس في مقابلته التلفزيونية عن أن الجانب الروسي يعول على انتهاء العمليات العسكرية ووقف إطلاق النار في الأيام المقبلة أو في المستقبل المنظور، إما بالوسائل العسكرية أي باستمرار العمليات العسكرية، وإما بالمفاوضات. كما أشار بيسكوف إلى أن المفاوضات لن توقف العمليات العسكرية إلا بعد أن يقدم الجانب الأوكراني التنازلات أمام الأهداف الروسية، هذا ما قصده يوم أمس ناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. هنا الجميع يعلم أحمد بأن المفاوضات لغاية الآن لم تقدم أي شيء جديد بخصوص الأهداف الروسية، بخصوص تحقيق هذه الأهداف، سوى المعارك العسكرية هي من تعطي أو تحقق الأهداف الروسية. أما وعلى ناحية المفاوضات لغاية هذا اليوم، المفاوضات والجانب الأوكراني لم يقدم أي تنازل جدي حول الدول الضامنة لأوكرانيا. الجانب الأوكراني يطالب بأن تكون الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وعدة دول من ضمن أو بقائمة الدول الضامنة لأوكرانيا، لكن بطبيعة الحال الجانب الروسي لم يوافق على أن تكون الولايات المتحدة وبريطانيا من بين الدول الضامنة، كونها أن هذه الدول تضعها روسيا في ضمن قائمة الدول المعادية لها، فكيف ستوافق روسيا على أن تكون الولايات المتحدة ضمن هذه الدول؟ وأيضا ودليلا على ذلك في اتفاقيات مينسك، الولايات المتحدة كانت من بين الدول التي شاركت في اتفاقيات مينسك، وروسيا كانت أيضا من بين الدول المشاركة. وبعد العام 2014 طالبت روسيا الولايات المتحدة كونها دول مشاركة في الاتفاق الضغط على سلطات كييف من أجل الالتزام بتطبيق اتفاق مينسك، لكن الولايات المتحدة لم تتدخل في الضغط من أجل تطبيق اتفاقية مينسك، وأيضا القوات الأوكرانية وسلطات كييف لم واختراق أو الخروقات التي أصابت اتفاقية مينسك كانت منسوبة من كل طرف للطرف الآخر ولداعميه. على أي حال، حسين مشيك مراسلنا عبر الهاتف من العاصمة الروسية موسكو، أشكرك شكرا جزيلا على انضمامك معنا، شكرا جزيلا لك.